بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن كتاب مواضع الافتخار بالأربعة الكبار سنتكلم اليوم عن سيدنا موسى الكريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي عاش 120 عاما. اسمه ونسبه هو موسى بن عمران بن فاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سورة مريم من 51-53، الآيات من 51-53. ذكره الله تبارك وتعالى بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب، ومن عليه بأن جعل أخاه هارون نبيا. وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن الكريم، وذكر قصته مع فرعون بني إسرائيل، وقصته مع الخضر عليه السلام، وذكر قصة ولادته وما صاحبها من أحداث وخلاف. وأم موسى اسمها ياوخ، وقيل أيدخت، وكان اسم أخته كلثم، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع مريم وآسية بنت مزاح امرأة فرعون. من ولادته وعمره ووفاته: لما علا فرعون في الأرض وطغى وبغى وأعرض عن طاعة الله وادعى الألوهية واستعبد بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان حاكما للقبط بمصر، وقسم رعيته إلى أقسام وفرق وشيع، وكان بني إسرائيل يتدارسون فيما بينهم ما يؤثرونه عن إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، وتحدث بها القبط، ووصلت إلى فرعون في مجلسه، وأكد ذلك ما رآه فرعون نفسه في منامه، كأن نارا أوقدت وقد أقبلت عن من نحو بيت المقدس، فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظ وجمع الكهنة وسألهم عن ذلك، قالوا له: هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النساء من بني إسرائيل، فلا تجد امرأة ذكرا إلا ذبح من ساعته. فلما اشتقى القبط من قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور وهم يخدمونهم ولا يجدوا بعد ذلك من يخدمهم، وخاصة في المهن الشاقة، أمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما. فولد موسى عليه السلام في عام القتل، وولد هارون عليه السلام في عام السماح. ولما وضعت أم موسى عليه السلام في عام القتل وضعت موسى عليه السلام خافت عليه، ولكن الله تعالى ألهمها وأرشدها وطمأنها، فقال كما جاء في سورة القصص آيات 7-9: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وألحت آسيا بنت مزاح امرأة فرعون على فرعون حتى وهبه لها، وكان كل من يلقي نظرة عليه يحبه، لأن الله تبارك وتعالى يحبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وتحكي الآيات من سورة القصص كيف رد الله موسى لأمه لترضعه عن طريق أخته، الآيات من 10-13 سورة القصص. كذلك قصته بعد أن قتل واحدا من القبط، وقصته وسقياه لبنات شعيب، وخروجه إلى مدين في الآيات من 14-28 من سورة القصص. 3. قصته مع فرعون وغرقه لعنه الله. لعن الله فرعون. لما أراد الله تعالى لبني إسرائيل
الخلاص مما هم فيه، ونجى موسى من قبل فرعون بأمر الله تعالى، ونجى موسى من فرعون بأمر الله تعالى لما قتل موسى من القبط رجلا كان يتشاجر مع أحد بني إسرائيل خطأ، قتله خطأ فوقزه موسى فقضى عليه، وسمع فرعون بذلك أمر أن يقتلوه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، خرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر من فوره قائلا رب نجني من القوم الظالمين، وتوجه إلى مدين، وقصته معروفة مع بنات شعيب حيث سقى لهما في سورة القصص الآيات من 22-27. وتزوج موسى عليه السلام من ابنة شعيب الصغرى ومكث معه 10 سنوات، ثم أخذ بعض الغنم من شعيب عندما أتم مدته، فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا، سورة القصص 29-32. وكان وحي الله تبارك وتعالى له ومنحه آية العصا واليد، وحكى الله ذلك أيضا في سورة طه آيات من 11-16، وهو والعصا واليد هما من الآيات 9 المذكورة في آخر سورة الإسراء والأعراف آية 130-133، كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وأمر الله تعالى بالذهاب، وأمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ومصر لدعوته للإيمان بالله تعالى، وأيده بأخيه هارون كما جاء في سورة القصص من آية 33-35، كما أن الله تبارك وتعالى أيده ونصره كما جاء في سورة طه الآيات من 24-36، وكما قال الله تعالى في سورة الشعراء الآيات من 10-33، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قام فرعون إن قام فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون إلى آخر الآيات، والتي وضحت الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون، والتي أظهر فيها موسى معجزتي اليد والعصا، فجمع فرعون له الصحرة كما جاء في سورة طه آيات من 56-69، وسورة الأعراف الآيات من 103-126، وسورة طه أيضا الآيات من سورة 70-76، وسورة يونس الآيات من 75-82، والشعراء من الآيات 29-51. وخلاصتها أن الصحرة علموا يقينا بصدق موسى عليه السلام، وآمنوا به وبربه ورب هارون، ولم يخشوا بشر فرعون بهم وقتلهم، وقالوا فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فكانوا أول النهار صحرة كفرة، فصاروا آخره شهداء بررة، ويؤيد ذلك قولهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولما غلب موسى فرعون وقامه من القبط أمام أعين الناس وأسلم السحرة، لم يزد ذلك فرعون إلا كفرا وعنادا، فحرضه كبراء القبط من قومه على أذية موسى وقتله كما جاء في سورة الأعراف الآيات من 127-129، فأمر موسى قومه بالصبر والاستعانة بالله والتقوى والتوكل على الله كما جاء في سورة يونس الآيات من 84-86، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه الآيات من 28-29 من سورة غافر، فلم يؤمن بموسى من القبط إلا هذا الرجل، وهو الذي جاء من أقصى المدينة ينصحه بالخروج بالإضافة إلى امرأة فرعون آسيا وهي واسم هذا الرجل كما قال الطبراني هو شمعان، وقال الطبراني في التاريخ اسمه خير والله أعلم. وكان هلاك فرعون بالغرق كما حكى الله تعالى في سورة الإسراء الآيات من 102-104، وسورة الزخرف آيات من 46-56، بعد أن أنذرهم الله تعالى بالطوفان والمطر التالف لكل شيء، والجراد التالف لكل شيء من الزرع، والقمل أو السوس في حبوب الحنطة أو البراغيث التي تقلقهم فلا ينامون، والضفادع التي وجودها في كل شيء أمامهم، والدم الذي اختلط بالماء عندهم، وكل سائل مثل دم الرعاف، وكان قبل ذلك العصا التي تحولت لثعبان كبير التهم ثعابين الصحراء كلها، واليد التي تخرج بيضاء منيرة متلألئة كالشمس وغيرها. وبعد ذلك وبعد هذا الإنذار والحوار وإقامة الحج على فرعون وقومه، كان جزاؤهم الغرق بكفرهم وعنادهم وجحودهم واستهزائهم برسول الله موسى عليه السلام. ثم أمر الله تعالى موسى وهارون أن يتخذ لقومهم بيوتا متميزة عن بيوت القبط، وأن يجعلوا بيوتهم قبلة للصلاة فيها. ولقد حكى الله تعالى قصة غرق فرعون وقومه في الآيات من 52-68 من سورة الشعراء وسورة طه
الآيات من 77 إلى 79، وسورة الدخان الآيات من 17 إلى 33، وسورة يونس الآيات من 91 إلى 92. أربعة قصته عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل. بعد أن ذكر الله تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده وورقهم وكيف سلبهم عزهم ومالهم وأنفسهم وأورث ذلك كله لبني إسرائيل، أورثهم جميع أموالهم وأملاكهم كما جاء في سورة الأعراف الآيات من 136 إلى 141، فقال تعالى: كذلك أورثناها بني إسرائيل. الشعراء آية 59. وذكر: فلما جاوزوا البحر قاصدين إلى بلاد الشام بعد خروجهم من مصر، بعد غرق فرعون وجنوده بقدرة الله تعالى وتأييده لهم، قد عينوا بأنفسهم من آيات الله وقدرته ما دلهم على صدق ما جاء به رسول الله موسى. فلما مروا على قوم يعبدون أصناما على سورة البقر، كأنهم سألوهم لما يعبدونها، فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويستعينون بها عند الضرر. صدقهم بعض الجهال منهم في ذلك، فسألوا موسى أن يجعل لهم آلهة مثل هؤلاء، فقال لهم بينا لهم أنهم لا يعقلون ولا يهتدون، كما جاء في الآيات 138 و 139 من سورة الأعراف. ثم ذكرهم موسى بنعمة الله عليهم، وأنه فضلهم على أهل زمانهم بالعلم والشرع، وكيف من الله عليهم ونصرهم على فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية، وجاء ذلك في سورة المائدة الآيات من 20 إلى 26. وذكرهم كليم الله موسى بنعمة الله عليهم، سواء بالنعم الدينية أو الدنيوية، وأمرهم بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعدائه. فلما امتنع بنو إسرائيل عن قتال الجبارين، عاقبهم الله تعالى بالتيه، يسيرون في الأرض إلى غير مقصد، لا يعرفون هدفا لهم، ليلا ونهارا وصباحا ومساء، ولم يخرج أحد من التيه ممن دخلوا، بل ماتوا كلهم في مدة 40 سنة، ولم يبق إلا يوشع وكالب عليهم السلام. ولما نزل بني إسرائيل حول طول سيناء، وصعد موسى الجبل فكلم ربه وأمره بتبليغ العشر كلمات، وهي الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الحلف بالله كذبا، والأمر بالمحافظة على السبت للتفرغ للعبادة أسبوعيا، وأكرم أباك وأمك لا يطول عمرك في الأرض الذي يعطيك الله ربك، لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد على صاحبك شهادة زور، ولا تمد عينك إلى بيت صاحبك، ولا تشتهي امرأة صاحبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من الذي لصاحبك. ومعناها النهي عن الحسد. ومضمون هذه الكلمات العشر في آيتين من القرآن الكريم، وهما قوله تعالى في سورة الأنعام آية من 151 إلى 153: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. كما ذكرهم الله تبارك وتعالى بمنته عليهم كما جاء في سورة البقرة الآيات 49 إلى 57، والآيات من 60 إلى 61، والآيات من 40 إلى 41، ومن سورة طه الآيات من 80 إلى 82، بنجاتهم من فرعون وصحبه وصحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن، وشربهم وأكلهم المن والسلوى، ومع ذلك عبدوا العجل بسبب موسى السامري في غياب موسى عند سؤاله الرؤية لله تبارك وتعالى، كما جاء في سورة الأعراف الآيات من 142 إلى 147، وأشار الله لعبادتهم العجل في سورة الأعراف أيضا الآيات من 148 إلى 154، وكذلك سورة طه الآيات من 83 إلى 98. قد جاء في الحديث الشريف أن موسى سأل ربه عز وجل عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا رب، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: العالم لا يشبع من العلم، أجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب المنقوص، أي يستقل ما أوتي ويكتب الفضل. قال: وأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. فقال: أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. فقال: هل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم، الخضر. فسأله السبيل إليه، وقال قصته مع سيدنا الخضر عليه السلام كما جاءت في سورة الكهف الآيات من 60-82. أما قصة البقرة التي سميت باسم أطول سورة في القرآن الكريم، والتي يفر منها الشيطان إذا قرأت بمكان أو ببيت، فقد ذكرها الله تعالى في الآيات من 67-73 من سورة البقرة، ملخصة أنه كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخا كبيرا، وله بنو أخ
وكانوا يتمنون موته ليرثوه، فعمد أحدهم فقتله ليلا وألقاه على باب دار أخيه. فلما أصبح الناس اختصموا فيه، فذهبوا إلى موسى عليه السلام ليسأل ربه عن القاتل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، ولكنهم قوم لجج، فلو ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود منها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، فسألوا عن صفتها ولونها وسنها، فأجيبوا بما عز وجوده عليهم، واشتروها بوزنها ذهبا حتى يحققوا صفاتها كلها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم أمرهم الله أن يضربوا القتيل ببعضها، قيل لحم فخذها وقيل بالعظم التي يلي الغضروف، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام. فسأله نبي الله موسى: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي ثم عاد ميتا كما قال الله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، سورة البقرة 73. وكما قال تعالى سورة لقمان 28: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الإمام عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير في سننه عن قوله تعالى في سورة موسى في سورة طه الآية 40 في الكلام عن سيدنا موسى كليم الله تعالى عليه السلام: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. لقد سأل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، اللهم رضي الله عنهم جميعا، عن تفسير وفتناك فتونا، فسأله عن الفتون ما هو، فقال له ابن عباس حديثا طويلا يتضمن الفتون، الفتن التي تضمنتها قصة موسى مبسوطة من أولها والآخرها. كما قال أهل الكتاب أن الله أمر موسى عليه السلام بعمل قبة من قبة الزمان بكيفية معينة للعبادة عندها كالكعبة عندنا. ولقد ورد أيضا قصة قارون مع موسى عليه السلام، وكان قارون ابن عم موسى، وقد حكى القرآن قصته بالتفصيل في سورة القصص الآيات من 76 إلى 83. خمس فضائل موسى وشمائله وصفاته ووفاته. سيدنا موسى هو أفضل الأنبياء والرسل أولي العزم بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليه السلام، ويسكن السماء السادسة كما رآه الرسول في ليالي الإسراء والمعراج، وكما رآه يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهو كريم الله تبارك وتعالى. وكان من صفاته عليه السلام أنه رسولا نبيا ومخلصا، وكلمه الله تعالى من جانب الطور الأيمن، وقربه ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا. وكان عليه السلام صبورا آدم جسيم طويل، ولقد ذكره الله تعالى في كثير من الآيات والسور القرآنية، وما كان من ولادته وفرعون وبني إسرائيل وخلافه. وكان عليه السلام حييا ستيرا قويا أمينا، قد حج عليه السلام إلى البيت العتيق كما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه مر بوادي الأزق فقال: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط عند التبة وله جوار إلى الله تبارك وتعالى بالتلبية. وقيل أن موسى عليه السلام حج على ثور أحمر. ولما أرسل الله ملك الموت إلى موسى صفعه، أي ضربه على عينه، فرجع فقال: لقد أرسلتني لعبد لا يريد الموت. قال الله تعالى: ارجع إليه فقل له أن يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت يده بكل شعرة تحتها سنة. قال: وأي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. وسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. وقيل أنه عليه السلام مر بالملائكة يحفرون قبرا حسنا، فقال: يا ملائكة الله، لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم، فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل القبر. وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس، ففعل فمات عليه السلام، فصلت عليه الملائكة ودفنوه. وذكر أهل الكتاب وغيرهم أن موسى عليه السلام مات وعمره 120 سنة، عليه وعلى آله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.